ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم على مومو سما. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة ديال الملوي اللي تنحتاجوا ليها جوج دلاف ديال الفورص وزلافة ديال الدقيق الفينو والماء حسب الخليط، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة ومعلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات والملح حسب الذوق وجوج معالق ديال الزيت المائدة. بالنسبة لطريقة التحضير، غنجيبوا الإناء فين غنعجنوا الملوي ديالنا، غنخويو فيه جوج زلايف ديال الفرز او الدقيق الابيض ما يعادل 500 غرام يعني نص كيلو، وزلافه ديال الدقيق الفينو ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. والملح حسب الذوق وجوج معالق كبار ديال الزيت المائدة. غندير هاد المكونات في العجانة ونضيف الماء حسب نوعية الدقيق، كاين الدقيق اللي تيشرب الماء بزاف وكاين الدقيق الممتاز. صافي، وغنخلط هاد المكونات، غنعجنهم مزيان. واللي ما عندهاش العجانه راه تعجن غير بيديها، ما تحتاج شي مجهود، هو كما تشوفوا فاش عجننا العجين ديال الملوي هو غنديرو في واحد البلاستيكه باش يرتاح مزيان. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي، الا بغيتو في الصباح تنعجنو بالليل، ولا بغيتو في العشيه تنعجنو في الصباح، هكذا تيدلك راسو بدون مجهود، واللي بغا يحضروا ديك الساعات يدلكوا مزيان. صافي، غنخليه على جانب باش يرتاح حتى العشيه ان شاء الله. كما كتشوفوا العجين ديالنا بعد ما ارتاحت مزيان تنلقاوها رطابت وتدلكات لراسها، غير كنبداو نعجنوها واحد شويه فوق سطح العمل، كتبدا كترتق. غنجيبو واحد اللاطة غندهنها بشوية ديال الزيت، وغنبدا نشكل فيها كويرات، ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار، المهم يكونوا نفس الحجم كما كتشوفوا. غنستمر تنشكل العجين اللي عندي كله على شكل كويرات. غنستمر بهذه الطريقه حتى نشكل العجين اللي عندي كله على شكل كويرات، يكونوا متساويين في الحجم ديالهم باش هكذا الملوي ديالنا ما يجيناش شي صغير وشي كبير، يجينا على شكل واحد ومتساوي باش هكذا يجي المنظر ديالو زوين. صافي، فاش تنسالي دوك الكويرات كلهم تنجيب شويه ديال الزيت وتندهنهم من الفوق باش ما يدخلش لينا الزيت للداخل ديال العجين. غنجيبو البلاستيكه، نفس البلاستيكة فين درنا العجين في الاول باش يرتاح، غنغطيو هاد الكويرات باش يرتاحو مزيان وطلق لينا بسهوله، ما كتعذبناش نهائيا ملي كنطلقوها. وبالنسبه للطراق، عندي هنا الزبده اللي ذوبتها وخلطتها مع الزيت المائده والدقيق ديال الفينو، غنخلطو حتى هو مع خميره ديال الحلويات. بالنسبه الدقيق الفينو هو الدقيق الاصفر او الدقيق القمح الصلب. ملي كترتاح العجينه مزيان تنديروا شويه ديال الزيت والزبده فوق سطح العمل ونطلقها، نطلقها مزيان، ما تتعذبكمش نهائيا، تطلق بسهوله
صافي غندير شويه ديال الخليط ديال الفينو مع خميره ديال الحلويات وغنطويها بهذا الشكل، يعني الشكل العادي ديال المسمن. كذا نقادو الجوانب باش هكذا ما يتعجنوش لينا، ونطوي الجهه الاخرى. ونضيف عاوتاني شويه ديال دقيق الفينو وشويه ديال الزبده، ونبدا نطوي بهذا الشكل وانا راخفه يدي. نجمعوا الجوانب وندخلهم للداخل، صافي نضغطوا عليها كي بحال هكذا ونخليها ترتاح على الجانب، وغنجيبوا واحدة أخرى غنستمروا في نفس الطريقة. غير واحد الملاحظة البنات، ما تكتروش من الخليط ديال الزبدة والزيت والخليط ديال الدقيق وخميرة ديال الحلويات، باش هكذا الملوي ديالكم ما يجيكمش ميدم من الداخل. هانتوما كتشوفوا العجينة ديالنا راه كتطلق بسهولة، جروا العجينة غير من الجوانب والوسط كيتبعكم بسهولة. الطريقة راه باينة وواضحة في لا فيديو. كنطلقوا العجينة حتى تيبان لينا سطح العمل، صافي ونرشو بشوية ديال الدقيق ديال الفينو ونطويو. نعاودو نديرو شويه ديال الزبده والزيت ونديرو الدقيق ونطويو الجهه الاخرى بحال الشكل ديال المسمن العادي، ونجمع العجين وانا راخفه يدي. ما تزيروش يديكم البنات، كل ما زيرتوها غيجيكم مدقق من الداخل. حاولوا ما امكن ترخفوا يديكم وانتم كتجمعوها. ونجمعوا الجوانب، نجبدوهم مزيان وندخلوهم للداخل كي بحال هكذا، ونضغطوا عليها ونخليوها على الجانب ترتاح. ملي ساليتهم كاملين غنبدا نقرصهم بالشكل العادي. الاولى باش بديت في الاول طلقتها هي باش بديت قرصتها غير بالرؤوس ديال الاصابع، ما نقرصوهاش بزاف وما نخليوهاش عاوتاني تكون غليظه، وغنديروها مباشرة في المقلاة اللي كتكون سخونة. انا غنطيبهم غير في المقلاة الخفيفة، صافي مرة مرة نرشها بشوية ديال الزيت ونبدا نقلبو فيها. ملي غتنفخ ما غاديش تنفخ بحال الشكل ديال المسمن العادي، وانما غتنفخ شوية، وغنستمر بنفس الطريقة حتى نطيبهم كاملين ونتلاقى معكم في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل ديال الملوي ديالنا ملي طيبته كامل، كيجي هائل ولذيذ بزاف ومورق. وكيف ما لاحظتوا معايا طريقة سهلة في التحضير وناجح 100%. انتما غنحل معكم وحدة شوفوا كيفاش تيجي من الداخل مورق وبدون مجهود. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وما تنساوش البصمات ديالكم للفيديو وتعليقاتكم الرائعه. واللي كيزورني اول مره في القناه يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وفي امان الله. السلام عليكم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.